فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلبت مني الوالدة أن أقوم بتوصيلها أو بإيصالها إلى صالة الأفراح، ويغلب على ظني أن هناك منكرات، فهي إن سلمت من الطبول لم تسلم من الملابس السيئة والعارية، هل يجوز لي أن أرفض طلب أمي حينئذ؟ يجب عليك أن ترفض طلب أمك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ألا تذهب بها إلى مكان يغلب على ظنك أن فيه منكرات؟ نعم، لكن أقنعها، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإلا قل: ما أروح أنا، ما يجوز لي هذا ولا لك، ما يجوز لي ولا لك هذا، نعم، ولا أروح لك، ما أعينك على المعصية. نعم.